السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نبدأ في توتوريال رقم 5، مادة تقديم 215. التوتوريال بيتكلم على موضوع اسمه Service Oriented Architecture. Service Oriented Architecture دي فكرتها إن أنا عندي سيستم أو عندي سيستم هقسمه مجموعة من التاسكس، وكل تاسك هيتم تنفيذها عن طريق سيرفيس واحدة. السيرفيس دي لو أنا أقدر أكسسها أو أدخلها عن طريق النت بيسموها ويب سيرفيس. كمثال مجموعة من البرامج المنفصلة. زمان كانت البرامج اللي موجودة عندي كانت برامج منفصلة، ما كانش فيه نوع من أنواع شيرينج للداتا أو الريوزابيليتي ما بين الأبليكيشنز وبعضها، لأنه ما كانش فيه صيغ قياسية أو لغات قياسية للتواصل ما بين البرامج وبعضها، يعني كل برنامج عبارة عن عالم منفصل بذاته. لكن دلوقتي بقى فيه إمكانية إن البرامج دي تبعت بيانات لبعضها، ممكن البرنامج دوت أعتبره كسيرفيس جوه برنامج تاني وهكذا. على سبيل المثال أشهر حاجة عندي، نفترض مجموعة مواقع جوجل، عندي جوجل بلس، عندي مثلا جوجل ريدر، عندي اللي هو الجيميل، عندي جوجل درايف. كل الخدمات دي زمان كنا نيجي نقول إن كل برنامج أو كل موقع عبارة عن موقع منفصل خاص بذاته، ملوش ليه داتابيس خاصة بيه. عشان أدخل على السيستم دوت لازم محتاج يوزر نيم وباسورد منفصلة. لكن باستخدام حاجه مشابهه للسيرفيس اورينتد اركتكتشر بقى في امكانيه ان البرامج دي تشتغل مع بعضها ويعملوا شيرنج للداتا ويعملوا كوميونيكيشن ما بينهم وبين بعض. نبدا كده، هو بيقول لي traditionally large divisions would devolve their own software. الفكره كلها زي ما بقول لحضراتكم انه كان كل سيستم كل سوفت وير عباره عن عالم منفصل بذاته، لانه ما كانش فيه مواصفات قياسيه او لغات قياسيه لتبادل البيانات، وبالتالي كانت عملية مشاركة البيانات دي ما بين الأنظمة دي كانت صعبة، كانت البرامج كمان مكلفة، وكان صعب إن حد يعمل لها عملية مينتيننج أو يطورها. يبقى إذا due to the lack of standard communication language and standard data format ما كانش فيها sharing أو reusing للداتا ما بين السيستمز وبعضها. زي ما قلنا إنه البرامج اللي كانت موجودة عندي كانت عبارة عن isolated and rigid programs with the same functionality، ممكن يكون أكتر من برنامج بينفذوا نفس الوظيفة. طبعا التطوير بتاعها كان بيكون أو التكلفة بتاعتها كانت غالية، وكانت معرضة للأخطاء error prone and difficult to maintain، وكانت صعب إن أنا أعمل لها عملية maintenance أو أعمل لها عملية extension. جه بعد كده دور مين السيرفيس أورينتد أركيتكشر. السيرفيس أورينتد أركيتكشر يقول إن السيرفيس عبارة عن component بتسهل عليا عملية الشيرنج أو بتدعم عملية الشيرنج للداتا and reusability. طبعا ده باستخدام اللي هو well established standard. يبقى اذا استخدام الستاندرد لانه خلى السيرفيس اللي موجود عندي قايمه بذاتها، ما تعتمدش على السوفت وير اللي موجود عندي ولا الهاردوير ولا نظام التشغيل المستخدم، وبالتالي يمكن ان انا اكسس السيرفيس ديت من انظمه مختلفه. اذا the use of standard make services completely independent، منفصله عن بعضها، كل سيرفيس بتلعب دور لوحده، and decoupled from the software، منفصل عن software لكن software الكبير بيجمعهم مع بعضهم. على سبيل المثال نفترض ان انا عندي برنامج، البرنامج دوت زمان كنا بنعمله عباره عن جزء واحد، كود واحد، صفحه واحده، انما دلوقتي كان في تقسيمه او في طريقه ثانيه اسمها modular application. مثلا ان البرنامج اللي موجود عندي بيتقسم لمجموعه من الفانكشنز او مجموعه من الموديولز، كل موديول بينفذ حاجه معينه، ممكن استخدم الموديول دوت اكتر من مره. طبعا ده بيسهل عليا ان انا اعدل في موديول معين من غير ما اثر على باقي الموديولز، او ان انا الغي الموديول دوت برضه من غير ما اثر على باقي الموديولز اللي موجوده عندي. اذا the use of standard، استخدام الستاندردز ديت make a service، خلى السيرفيس اللي موجود عندي completely independent and decoupled from the software او الهاردوير او الاوبريتنج سيستم. service oriented architecture are a good example to highlight، عشان توضح the concept of storing and sharing. storing مقصود بيه ان انا هخزن السيرفيس اللي موجود عندي او السيرفيس ديسكريبشن بالاصح في حاجه اسمها دايركتوري او عباره عن قاعده بيانات. sharing لان السيرفيس اللي موجود عندي بتعمل sharing للداتا ما بينها وبين بعضها. هنا بيقول لي بدل ما كان الابلكيشنز اللي موجوده عندي عباره عن مجموعه منفصله من البرامج اللي ما كانتش بتعمل شيرنج للداتا ما بينها وبين بعضها، ولا كان في امكانيه للريوزابيليتي، فان السيرفيس اورينتد اركتكتشر بتفترض ان او بتعتبر ان كل مكونات الاي سي تي، كل مكونات الاي سي تي، اي سي تي اختصار كلمه انفورميشن كوميونيكيشن تكنولوجي، هي عباره عن مجموعه من السيستم اللي انا بستخدمها عشان اعمل عمليه شيرنج أو manipulating أو transferring أو conveying للداتا.
يبقى اذا بتعتبر السيرفيس اورينتد اركيتكشر مكونات الاي سي تي عباره عن مجموعه من الكومبوننت اللي بتكون متداخله مع بعضها ومتوصله مع بعضها اللي بتتخزن فيه قاعده بيانات ممكن اكسسها في اي وقت زي ما انا عايز واستخدمها باستخدام بروتوكولات معينه. انا ماليش علاقه السيرفيس دي بتشتغل ازاي، انا كل الحكايه كلها ان انا هستخدم السيرفيس. يبقى هنا بيقول لي السيرفيس اورينتد اركيتكشر كونسيدر all parts of an information and communication technology system as interconnected component. يبقى بتفترض ان كلها عباره عن كومبوننت مرتبطه ببعضها ممكن ستورد كان بي ستورد هيتم تخزينها في حاجه زي database بيسموها directory and mixed and matched in order to deliver complex task. ان انا ممكن استخدم مجموعه من التاسكس عشان انفذ مجموعه من السيرفيس عشان انفذ تاسك اكبر. A service can be devolved once and once shared. يبقى المفروض ان السيرفيس دي انا بطورها او ببتكرها مره واحده وبعدين بعد كده بعمل لها عمليه شيرنج او ريوزنج ميني تايمز استخدمها عدد كتير من المرات من غير ما افهم محتويات السيرفيس ديت او وهي تم تطويرها ازاي. انا بس محتاجه ان انا اكسسها. يعني مثلا دلوقتي انا بدخل على الايميل، طب هو انا محتاج ان انا اعرف الايميل بيشتغل ازاي؟ لا، انا بستخدم الايميل وخلاص. يبقى اذا دي جمله مهمه جدا، ان السيرفيس وان can be devolved can be shared ممكن اعملها sharing or reusing many times without the need to understand how the service has been implemented. نيجي نتنقل للنقطة اللي بعدها اللي هي ايه هي مكونات السيرفيس اورينتد اركيتكشر. السيرفيس اورينتد اركيتكشر بتبدأ معايا بكلمة اركيتكشر. اركيتكشر يعني هيكلية اللي هي مكونات السيستم اللي موجود عندي. فهو بيقول لي from a dictionary ان اركيتكشر معناها planning and design of building. مش مهم قد كده. نيجي هنا نتكلم على نعيد ونزيد. بيقول لي فكره السيرفيس اورينتد اركيتكشر ان انا بقسم البرنامج اللي موجود عندي لمجموعه من التاسكس وكل واحد تاسكس دي بيتم تنفيذها بواسطه سيرفيس. ممكن استدعيها السيرفيس دي يمكن استدعائها من مجموعه من التاسكس او برامج. طبعا ده بيسهل عمليه الشيرنج والريوزابيلتي، وكمان ان انا ممكن استبدل اي سيرفيس بواحدة أحسن منها مثلا من غير ما أثر على باقي السيرفيس أو أعمل لها حتى موديفيكيشن. يبقى إذا rather than بدل من أن أعمل عملية ديفولبنج الأبليكيشن منفصلة to perform specific task عشان تنفذ وظائف معينة، هنضطر نعمل أبليكيشن أو هنحتاج إن إحنا نعمل أبليكيشن بتدعم عملية الكوميونيكيشن ما بينها وبين بعضها. For this to work we need an infrastructure. احنا محتاجين الانفراستراكشر اللي هي هتسبورت الحاجات دي. يبقى هي support the development of a single application. يبقى انا هعمل برامج الابلكيشن دي can be reused ممكن يعاد استخدامها خلال different organization. كمان انها بتعمل انه الاركيتكشر دي بتضمن ان different applications are decoupled from each other. الابلكيشنز دي منفصلة عن بعضها، وبالتالي عملية التعديل أو الاستبدال لأي application مش هتأثر على باقي الابليكيشن. So that modification or replacement of one application won't require modification. مش محتاج إن أنا أعدل أو replacement of other application that work with it. نيجي نتكلم عن service. احنا طبعا قلنا إنه service oriented architecture بتعمل treating تعامل كل component جوه الـ information communication technology system كـ service and makes each component available across a communication network such as an internet. يبقى دلوقتي كل عنصر او كل مكون من المكونات الخاصه بالاي سي تي هنعتبره كسيرفيس ممكن اي حد ياكسسه عن طريق الانترنت. السيرفيس اورينتد اركيتكشر بتخفي التعقيدات الخاصه بالسيرفيس. يعني انا كل اللي يهمني السيرفيس دي اسمها كذا واستخدمها باستخدام الامر كذا بس، ماليش علاقه هي تم ابتكارها ازاي ولا ايه هي مكونات الداخليه بتاعتها ازاي ولا هل هي بتعمل اكسسنج لسيرفيسز ثانيه ولا لا. يبقى اذا السيرفيس اورينتد اركيتكشر هايدز اول ذا ديتيل، بتخفي كل التفاصيل اوف هاو سيرفيس ار بروفايدد عن توفير السيرفيس ديت اند ريلايز اون ذا افيلابيلتي اوف ويل سبيسيفايد تراستورثي تكنولوجيز ذات اوفر كوميونيكيشن فاسيلتي. A service is defined as a software component that fulfills اللي هي بتحقق specific task or a set of tasks. ده تعريف مهم خلينا بالنا منه. السيرفيس ممكن يعاد استخدامها can be used alone ممكن يتم استخدامها مرة واحدة أو ممكن يتم استخدامها in combination مع services تانية عشان تنفذ tasks معقدة مثلا. إيه هي ال service oriented architecture مكوناتها بقى؟ نبدأ نتكلم على مكونات ال service oriented architecture. في ثلاثة رولز، الرولز دي بيسموها هوستس،
يبقى إذا دلوقتي ممكن السؤال ده مهم جدا يقول لي list the major roles of a service oriented architecture، اللي هم ثلاث حاجات: service provider والservice consumer والservice directory. يبقى دلوقتي بداية السؤال اللي جاي أو السلايد اللي جاية مهمة جدا، هنيجي ناخد واحدة واحدة. مين هو السيرفيس بروفايدر؟ طيب السيرفيس بروفايدر هو الشركة اللي عملت البرنامج ده أو السوفت وير ده أو السيرفيس دي. السيرفيس بروفايدر بيستخدم لغة معينة، اللغة دي بيسموها ويب سيرفيس ديسكريبشن لانجويج، عشان يوصف السيرفيس اللي موجود عندي ويحدد ازاي نقدر نوصل لها وايه الاوتبوت الخاص بالسيرفيس دي. طبعا السيرفيس بروفايدر بيعمل عمليه ببلشنج للسيرفيس دي جوه الدايركتوري، استخدام جوه الدايركتوري او قاعده البيانات اللي موجوده عندي، وبيتم استخدام حاجه اسمها يونيفرسال ديسكريبشن ديسكفري اند انتجريشن بروتوكول عشان اخليها متاحه للبرامج سواء داخل الشركه او خارجها. يبقى هنا بيقول لي services are described and offered by a service provider. ماشي، service provider بتستخدم service description language، service description language زي اللغة اللي اسمها web service description language، عشان اوصف service اللي موجود عندي and how to interact with the services نفسها. The service descriptions are usually stored in a service database بيسموها directory. الدايركتوري ديت زي حاجة اسمها universal discovery description discovery and integration directory. طبعا زي ما قلت لحضراتكم انا ممكن اكسس السيرفيس دي من نفس الكمباني او من external company. نيجي نتكلم بعد كده على service directory. service directory هو عبارة عن الدليل اللي هيكون موجود جواه السيرفيسز. هو بيقول ان هو يشبه حاجة اسمها yellow pages. yellow pages دي عبارة عن زي دليل التليفونات. انا مثلا عندي خدمة بوفرها، فانا هنشر بياناتي جوه دليل التليفونات. اي حد عايز الخدمه دي هيروح يعمل سيرش في دليل التليفونات ويستخدم الخدمه دي. يبقى زي السيرفيس بروفايدر احنا ممكن هنفترض ان هو زي السيرفيس زي اليلو بيجز اللي بيعمل ليستنج للسيرفيسز اللي موجوده عنده. فاينالي اخر واحد او اخر رول او اخر خصله في سيرفيس اورينتد اركتكتشر كومبوننت اللي هو سيرفيس كونسيومر. السيرفيس كونسيومر اللي هو بيستخدم السيرفيس نفسها، اللي هو انا طبعا انا بستخدم السيرفيس كونسيومر عن طريق السيرش جوه السيرفيس دايركتوري باستخدام بروتوكول SOAP اللي هو سيمبل اوبجكت اكسس بروتوكول. انا بحب اوضح الفكره دي ازاي. عندي زي الماركت اللي هو في اندرويد او الماركت في الابل عباره عن لسته من البرامج. فانا بعمل ايه دلوقتي؟ اللي صمم البرنامج اعمله ببلشنج للعامل ببلشنج للابلكيشن جوه الماركت. طبعا هو حط الوصف البرنامج وازاي تستخدم البرنامج دوت. انا ككونسيومر هعمل ايه؟ هعمل سيرش جوه الماركت دوت وحدد السيرفيس اللي انا عايزها. طبعا نلاحظ انه في لو انا كتبت مثلا اسم برنامج هيجيب لي برامج كتير بتحقق نفس الوظيفه. ده بيديني نوع من الكومبيتيشن اللي هو التنافس ما بين البرامج وبعضها وبيقلل التكلفه. هناخدها في الميزات اللي قدام. يبقى دلوقتي انا ككونسيومر هدخل فين؟ هعمل سيرش على السيرفيس اللي انا عايزها جوه الماركت. المارك المفروض ان السيرفيس بروفايدر نشر الديسكريبشن الخاصه بالسيرفيس دي جوه الدايركتوري. يبقى اذا فاينالي سيرفيس كونسيومر كان سيرش اور براوز ذا سيرفيس دايركتوري read the service descriptions and interact with the service provider in order to access its service. طبعا ده باستخدام بروتوكول اسمه simple object access protocol. هنا بيقول لي what are the main advantages اللي هي الميزات اللي السيرفيس بتوفرها لي. طبعا ده برضه سؤال مقالي مهم ممكن يتكلم عن البنفيتس بتاعه السيرفيس. اول حاجه انه بتسمح للانفورميشن كوميونيكيشن تكنولوجي انها تستخدم لغات برمجه او انظمه تشغيل وهاردوير مختلف للتواصل مع بعضهم بطريقه سلسه ومن غير ما يكون في مشاكل. يبقى ديفرنت اوبريتنج سيستم او سوفت وير او هاردوير ممكن ياكسسوا السيرفيس دي زي ما احنا كمان ان الكوست بتاعتي بيكون منخفضه جدا. ليه؟ لانها بتستخدم بروتوكول HTTP وبتستخدم اللي هو TCP/IP. اخر نقطه انه ممكن ندمج مجموعه من السيرفيس عشان ننفذ تاسك معينه. يبقى زين البنفيتس او الادفانتجز اللي بتجيلي من السيرفيس اورينتد اركتكتشر انها allow بتسمح للانفورميشن كوميونيكيشن تكنولوجي سيستمز تو يوز ا ديفرنت بروجرامينج لانجويج تستخدم برامج مختلفه لغات برمجه مختلفه ديفرنت اوبريتنج سيستم ديفرنت هاردوير تو انتراكت عشان يحصل انتراكت ما بينهم وما بين السيرفيسز ان ترانسبيرنت اند ستاندرد بطريقه شفافه وقياسيه. الميزه الثانيه ان السيرفيس بتستخدم الويل نون كوميونيكيشن بروتوكول زي الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول والتي سي بي اي بي وبالتالي التكلفه بتاعتي بتكون اقل.
اخر خطوه ان انا اعمل عمليه كومبايننج لمجموعه من السيرفيسز عشان ينفذوا تاسك معينه.